عليكم. معكم قمر من جهه مراكش. كيف كتعرفوا حنا هما السيدات اللي وثقوا هذاك الفيديو نتاع هذاك السيد. والقصه كيفاش بدات كي يعرفوا الناس كاملهم. بعد ما كنا كنعوموا في البحر انا ووليداتي شفنا واحد المشهد اللي اي واحد وكون كان شافه في بلاصتي كان غادي يتصرف نفس التصرف اللي حنا تصرفنا. المشهد ما كانش عادي اللي ممكن تشوفه وتغمض عينيك. هذيك الوقيته انا يا صدمت ما عرفتش راسي شنو وقع ديك الوقيته. قررت انني نتبع هذاك السيد. منين تبعته من حسن الحظ انني لقيته جالس في نفس البلاصه اللي انا جالسه. باقي انا كنعاود الاختراج اللي تنقول لي راه شنو وقع شنو وقع تعاود تكرر نفس ولا اكثر من داك المشهد اللي انا شفت لتحت في الماء بواحد الطريقه اللي اش غنقول لكم يعني ما يقدرش شي واحد زعما يتصرف بها عادي فوق قدام الناس زعما باريحيه. هذيك اللحظه ديك الوقيته تنقولوا حنا اشنو غنديروا. دويت انا وزينب ديك الساعه تسمعونا الناس كنغوتوا كنقولوا زعما نهزوا التليفون نصوروا باش نقدروا نمشيو عند الشرطه ونقولوا لهم اشنو اللي شفنا. فعلا هزات زينب التليفون. هذيك الوقيته اللي كانت تصوروا الناس كلهم سمعوا الغوات ديالنا كنا كنهضروا على اللي قبل من هذاك الشيء اللي شافوا في الفيديو. وهي باش هاي لاحظوا الناس انه كتحيد التليفون وتعاود ترجعوا يعني كنا مخلوعين ما متيقينش داك الشيء اللي شفنا وما عرفناش يقدر كون زعما شافنا ولا كان غيدير هو ردات فعل لينا حنايا نقدروا حنا معرضين للخطر اكثر منه. صافي هي هذيك باقي حنا في هذيك اللحظه بالضبط خديت التليفون طلعت كنجري ديك الساعات والبوست البوليس كان حدانا قريب بزاف. طلعت علمت رجال الامن اللي زعما تواصلوا معنا في نفس الوقت ونزلوا ديك الساعات اعتقلوه في نفس الدقيقه بالضبط يعني كي وقع ذاك المشكل كيف ديك الساعات اعتقلوه. صافي داو الوليدات حتى هما البوست تاع البوليس هضروا معاهم. الوليدات كانوا مخلوعين مساكن وما عرفوش اشنو واقع. كاين اللي كيبكي كاين اللي خايف كاين اللي كيقول لي زعما شكرا عتقتينا من واحد الوحش راه ما عرفتوش اشنو كان كيدير لينا. الاغلبيه كلهم مساكن كانوا كياكلوا العصا وفعلا لقاو عنده واحد الكابل باش كان كيضربهم والاعترافات نتاع الدراري راه بوحدهم كافيه يعني بلا هادشي راه كافي الاعترافات ديالهم وهادشي اللي كاين. معكم زينب من مدينه مراكش. انا اللي وثقت الفيديو ديال البيدوفيل ديال الجديده. احنا ملي وثقنا الفيديو كان بغرض الحجه والدليل باش نلقاو باش نهضروا مع رجال الامن باش يعرفونا بلي حنا كنهضروا ماشي من فراغ. هذا هو الهدف الاول اللي كان ديال الفيديو. من بعد ملي كنت كنصور الفيديو كنت مخلوعه كانت يديا كترعد ما كنتش قادره نشد التليفون بطريقه زعما اللي غادي نبين كلشي لانه واحد الوقيته كان تيشوف فينا وكنت خايفه لا يعرفنا بلي راه كنصوروه. والحمد لله لحسن الحظ انه ما عرفش بلي راه كيصوروا شي حد. وحتى ملي مشى عند رجال الامن ما كانش عارف علاش داوه ما عرفش السبب علاش مشاو على جاو رجال الامن اعتقلوه. ملي صورنا ملي شافوه رجال الامن الحمد لله انهم سوغ بلاص تفاعلوا مع داك الفيديو وجاو داوه في الحين. حسن الحظ انه تصور الفيديو حيت كون ما كانش تصور ملي جاو رجال الامن في ديك اللحظه لقاوه السيد جالس بوحدو الوليد مع الوليدات الاخرين يعني كان بعيد يعني ما كانش غادي تكون ثابته عليه حتى شي تهمه الا ما كانش التوثيق ديال الفيديو. الناس كيقولوا لنا علاش درتوا التشهير ديال الفيديو في صفحات وحطيتوه لوجيه ديال الوليدات باينين وداكشي. حنا نهائيا ماشي حنا اللي حطينا الفيديو وما كان عندنا حتى شي غرض بالتشهير ولا باننا حنايا نتشهروا. كنقولوا للاباء والامهات انهم يحذوا وليداتهم بزاف راه ما كاينش اللي غادي يربي ولادكم اكثر منكم نتوما. ما كاين لا زعما بغيت نقول لكم انه ماشي بحال كي غتثقوا في المؤطرين ماشي بحال كي غتثقوا في الناس الاخرين. ما كاينش هذا بحال باباك هذا بحال عمك هذا بحال خوك لا كاين باك وامك هما الاولين هما اللي كيربيو وما تبقاوش تلقوا وليداتكم مع منوال. رسالتي كيف تنقول ديما انا اولا كام وك يعني ديك الشيء اللي شفت الحرقه اللي بقات فيا ما عمرك تثق في حتى شي واحد. وليداتك كيبقاو معاك كيف ما غيكونوا ما غيربيهم ليك حتى واحد كيف ما غيكونوا صعاب غيقول لك شي حد غنعاونكم فيهم راه غندير معاهم. ما تثقوا في حتى شي واحد وليداتكم يبقاو معاكم ما تثقوا في حتى شي واحد. وهذه الرساله راه تنقولها دائما وتنوجه تحيه للناس اللي زعما تفاعلوا معنا وقالوا لنا كلمات زوينين مساجات زوينين تنشكروهم بزاف. وكنتمنى المغاربه كاملهم يبقاو مضامين مع هاد الوليدات تياخذوا الحق ديالهم وشكرا.